يسعد اوقاتكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا عم تتابعونا وتشاهدونا. اليوم حلقتنا مميزه بينتظرها الجميع. حلقتنا اليوم مع خبير وباحث في علم الفلك الاستاذ زياد فلوطي. اهلا وسهلا فيك استاذ زياد. مساء الخير. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، نورتنا اليوم بالاستوديو بقناه مسايا. استاذ زياد، اليوم الابراج بتعرف كل حدا بحب يحكي عن برجه، وناطرين العالم بدهم يعرفوا ابراجهم، فبدايه رح نبلش مع حضرتك باي برج؟ رح نبلش اول شيء ببرج الحمل. نعم. اوكي، بدي اقول لك يا مولود برج الحمل انه خليك واعي على كل شيء، على كل الامور، وبالاخص في شخص قريب كثير منك بس عم شوفه انه شوي مش مخلص وامين من حوله، يعني ما بدي اياك تسلم كل شيء له. ممكن تعرض لطعن او خيبه؟ معقول يتعرض لطعن، يعني هالسنة في علامة استفهام حول برج الحمل. نعم. اوكي، بس انا بقول لك انه هالسنة 2023 سنة بدها انتباه وما تخاف منها. اذا كنت تنتبه وكل شيء كل شيء رح يكون الامور منيحة. مهنيا، عاطفيا. عاطفيا دائما، مهنيا اكثر، عاطفيا كل العالم تركض عاطفيا، بيحضر الابراج للعاطفة. ايه على الصعيد العاطفي. نعم. عم شوف لهفة والمشاعر هالسنة 2023 والحب، عم شوفه مش رح يدق بيبك يا برج الحمل، بقى عم شوفه الحب انه صاروخي عم يفوت دغري على الجو. هيدا على الصعيد العاطفي. نعم. على الصعيد الصحي انا بقول انه قد ما فيك تشرب مي، اوكي المي كتير منيح لقلك، واذا فيك تعمل تركض او تمشي هيدا منيح للصحة كمان. نعم. هذا كمان برج الحمل. من برج الحمل بننتقل لبرج الثور. 100%. المهم يا برج الثور اليوم ما تكون غيور، خاصة إذا كان عندك مقابلة أو انترفيو أو ميتينج مع شخص ما. نعم. حاول ما تغار منه وحاول تركز وتسمع له أكثر. بدي إياك تتمتع بالعلاقات منيحة وقوية مع اللي حولك، مع أصحابك، مع عائلتك. ومتعارف عليه برج الثور عادة قيادي جدا بيكون. غير إنه قيادي جدا، أنا بشوف برج الثور حنون كتير. نعم. وعصبي بس بظرف ثواني قليلة بيرجع بيروح. نعم. يعني بشوف بركان مظبوط 100%. هو شخص كتير متسامح. نعم. وبحب الآخرين أكيد. نعم. عاطفيا يا برج الثور، على سعيد العاطفي يا برج الثور، أنا بشوف إنه حظوظك عاطفيا 68%. أوكي، وعلى سعيد الصحي أنا بشوف إنه كل شيء تمام، بس عن جد مثل ما مبين عندي ما تكون، يعني ما تستعمل كتير الأجهزة مثل اللابتوب، يعني ما تشغل لعيونك كتير لأنه ما بدي إنه بصير عندك وجع راس. شغل خفيف وما تسهر كتير بالليل. هذا النصيحة يا ريت الكل اليوم. يا ريت الكل بيعتمدها. يا كل الصغار فعلا، خاصة الأطفال اليوم. 100%. يعني صراحة كاتيا بدي أقول لك شغلة، يعني هالجيل كتير عنده السوشيال ميديا بإيديه، اللابتوب، الآيباد، التليفون. لا، نحن أيامنا كنا صار على الكلمة بالحجر نلعب. مظبوط. يعني كان في حركة. نحن صنعنا الدكاترة والمهندسين والمحاميين والإعلاميين. هيدا الجيل للأسف الشديد يعني كتير في خمول. نعم يعني هو عصر التطور. صح. ما أخذنا للأسف الإيجابيات منه. يعني هو للصراحة في كتير منيحة له، في كتير مش منيحة. مظبوط. عرفتي؟ 100%. بالعودة للأبراج، من برج الثور إلى برج الجوزاء. مظبوط. سنة 2023 أنا عم شوفها يا برج الجوزاء سنة تقلبات ومشجرات. نعم. وأهم شيء إذا كنت بالشغل وهيك، جرب ركز على شغلك وما تخلي شيء بندين، يعني خلي شغلك كله وروح روح على البيت. نعم. هيدا كرمال برج الجوزاء. نعم. وبدي اياك تضلك رايق وتجرب. هو عصبي برج الجوزاء، هيك؟ برج الجوزاء عصبي كمان مثل الحمل، قلبه كتير طيب، عرفت كيف؟ وبروق بسرعة. نعم. بس ما تكذب عليه. اها. والخيانة عنده خط أحمر. لا يعني تخطأ. إذا الخيانة بكل شيء لا تخطأ. مظبوط. يعني بكافة الأبراج الخيانة. بكافة الأبراج، بس الجوزاء إنه عنده إياها خلص إكس.
100%. نعم. على الصعيد العاطفي المشاعر بتلعب دور يعني. ونسيت لكم كمان لبرج الجوزاء بحب مش الوحدة، بحب إنه فترة من الفترات يقعد لحاله كرمال يروق راسه، كرمال يروق، كرمال هيك يخف الستريس، بيعمل مديتيشن 100%. اوكي، هيدا على صعيد العاطفه. وعلى صعيد الصحه لبرج الجوزاء بحب كثير، هو برج الجوزاء بحب السبور، بحب المشي. نعم. انا بقول له او الفلك بيعطي نصيحه انه خليك سابر الموضوع. نعم. هيدا كمان ماليا كيف وضعه بتلاقيه؟ ماليا لبرج الجوزاء انا بشوفه انه عنده ترقيات بالعمل. نعم. اوكي، وعم شوف انه المحيط حوله بحبه، وكرمال المصاري الفلوس. انا بشوف انه يعني اذا اشتغل حاله في تقدم، يعني في تقدم المال. نعم. من برج الجوزاء مع الاستاذ زياد فلوتي الى برج السرطان. برج السرطان، وما ادراك ما السرطان. نعم. بدي اقول له لبرج السرطان ما تبالغ بالتعبير عن مشاكلك، فيك تتغلب على حيلا شغله او حيلا مشكله بتواجهها، المهم كون عندك ثقة بحالك أهم شيء، وتعلم تكون أنت مش البوس، بس إنه تكون أنت إنه خلاص بدي هايدي بدي ها اشتغل عليها. لو أخذت معك الأمور وكتبت يكون عنده حب الإصرار، مظبوط 100%. بدي أقول شيء كمان بعد لمولود برج السرطان، إنه جرب لقي شخص توثق فيه، وبدك بدك انت تخبره حيلا شغله، بس عرف انه هذا الشخص مزبوط بنوثق فيه. نعم. لانه في كثير اشخاص بتحس انه بيوثقوا فيهم بس انه بيكون في طعنات بالظهر. صحيح صحيح. هيدا عاطفيا حيكون عاطفيا كمان عم شوفه منيح، بس هو بده يعمل بوش. عرفت كيف؟ بس لا، عم شوف كعاطفي معه 60%. ماليا يعني ما بدي اقول له انه رح يكون في ترقيات او شيء، بس انه يكون في عنده اصرار. نعم. يعني يصر على هذا الشيء، يعمل هذا الشيء. نعم. انه يحاول يجاهد حتى يوصل لهذا الشيء. ما يياس يعني بشكل عام. نعم. مظبوط. من برج السرطان الى برج الاسد. سنة 2023 سنة تقلبات مثل برج الجوزاء. نعم. تقريبا برج الاسد من اسمه يعني يرمز الى القوة، 100% القوة والعنصرية والشهامة. لكن بهالسنة رح نشوف كتير في تقلبات مثل برج الجوزاء. ما بديك تعصب ولا تتوتر، عد دايما العشرة قبل ما تاخد حيلا شيء. هاي قرار لازم تدافع عن وجه نظرك، وجرب ما تاخد قرارات صعبة. يعني ما بديك تاخد قرارات صعبة وتندم عليها بعدين. لا، انت يا برج الاسد بعدنا عم بحكي انه عندك عنفوان وعندك قوة وكرامة. بديك مثل العادة تعد للعشرة قبل ما تاخد حيلا قرار. وانا بقول لك انه يرجع يندم عليه يعني. اكيد وبس بدي اقول مدروس محسوب قراره 100%. وبدي اقول لك شغله، انه هذه السنه 2023 بده يعمل هذا الشغله انه يفوت فيها، لانه هذا انا عم شوفها مش حتتكرر. يعني 2023 منيحه له. نعم، منيحه له. من برج الاسد الى برج العذراء. اذا كنت مفكر بشيء معين او مشروع ما، سنة 2023 رح تفتح لك الباب مثل ما قلنا، ورح تفوت عليه. وبديك تستغل هيدا الشيء وتكون سريع كتير، وجرب حقك لو شيء بسيط منه. ما يكون في عنده يعني اليأس. 100%. بتمنى لك يا برج العذراء انه تكون سنة حلوة ومميزة عليك، بس انا شايف انه هالسنة رح تكون حلوة بإذن الله. أكيد. عاطفياً أنا عم شوف إنه الوضع عندك 70% منيح. نعم. بس أنت كمان بدك تسابر، بدك تحكي مع الشخص، أنت بدك المبادرة منك تطلع. وصحياً لا، عم شوفه منيح لبرج العذراء. صحياً الحمد لله إن شاء الله. من برج العذراء إلى مولود برج الميزان. أوكي. الأحباط وخيبة الأمل هن عنوان سنتك انت يا مولود برج الميزان. كان مفروض تكون عندي ببرج العقرب السنة الماضية. عبا
احباط وخيبات، دائما بياخذ احباط وخيبات. هو الصراحة دائما برجك واصلين نيون. رح نحكي عنه بعد. اوكي، لكن كنا عم نحكي عن مولود برج الميزان. مولود برج الميزان الاحباط وخيبه الامل هن عنوان سنتك. اوقات رح تمرق بازمات او مطبات ومشاكل ما كنت مفكر فيها ابدا. انت يا مولود برج الميزان بتحب كتير تسافر، وانا بقول لك اذا بتسافر انه بتغير جو، بتعرف على اشخاص، وعاشق للتغيير عاده. 100% 100% ما بيحب يرسي على لا 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 معين. هو دائما الميزان، ليه سموه ميزان؟ لانه اكيليبر، بيعمل اكيليبر، بيعمل توازن. عرفت كيف؟ يعني بعد خيبه بيقوم. 100 ان شاء الله ان شاء الله. نعم ان شاء الله. عاطفيا انا عم شوفه للميزان منيح مثل العذراء، وصحيا هو الميزان بيحب المشي. اها انا حلو كمل. نعم. وصولا من برج الميزان الى برج العقرب، بيقولوا جنب العقرب لا تقرب. نعم. الاجواء يا برج العقرب مش كتير مريحة. مريحة. نعم. بقدر ما هيدي الجملة، هيدي الكلمة منيحة. بقدر ما فيها هيك، فيها تقلبات، فيها مطبات. فيها بصيص نور هاي بقدر ما. يعني فيك تقولي اذا هو ما اشتغل حاله برج العقرب. نعم. بس برجع بقول هو شخصيته قوية كتير لبرج العقرب، وحنون كتير وعنده أسرار، يعني أنا شيء بدي أعمله بدي أعمله. نعم. عرفت كيف؟ على الرغم من إنه منزلك السليم كتير منيح، إنه الأمبيانس يعني الأنتوراج العيشة أنت منيح. هو محب جدا للرومانسية برج العقرب، وأي منطب بيرجع بيقوم، يعني بيرجع بيقوم، بيحسب بيتعب آخر شيء بيرجع بيقوم مرة تانية، بس لأنه هو برضه نعم. هو بيجاهد حتى يكمل بالشيء عم يعمله. نعم. الفلك بينصحك يا برج العقرب دائما يكون عندك تجديد. نعم. بكل شيء بتعمله بحياتك. على الصعيد العاطفي عاطفيا 62% منيح، على الصعيد 62% منيح، وعلى الصعيد صحيا لا انا عم شوفه كمان برج العقرب منيح، يعني الطمن والاعداء حضلنا عايشين. ننتقل لبرج القوس. اوكي، رح يكون في تغييرات بحياتك المهنيه، ما تخاف يكون هيدا التغيير انه مش منيح، لا رح يكون في تغيير الاحسن اكيد. نعم. اوكي، فاستفيد منه لانه يمكن يوصلك لطريق النجاح. برج القوس عنده بمطرح معين قساوي، يعني على نفسه وعلى ظروفه وعلى حياته. مزبوط. هو العقرب والقوس والحوت دائما يعني في اشياء متشابهين مع بعضهم فيها، وخاصة بالامور. نعم. اوكي، مثل ما قلت لك انه ما تخاف من شيء، ما تخاف من شيء، والحمد لله رح توصل طريق النجاح. نعم. استمتع بهيدي اللحظات لانه يمكن ما تتكرر. نعم. وسنه 2023 سنه حلوه عليك. نعم. يا برج القوس. بننتقل لبرج الجدي. اوكي، بيتميز برج الجدي بقدرات مهمه على فهم او افكار الاخرين، شو عم يفكروا من مشاعر، من احاسيس، من كل شيء. نعم. انت شخص يا برج الجدي متحمس كتير، وخاصة اليوم، ومتفائل، عندك تفاؤل بشكل كبير، امورك الشخصية والمهنية منيحة كتير، هيدا كرمال عامة. صحيا بتشعر بانك قوي وفيك تعمل حيلا شيء وما تتعب. عاطفيا وعاطفيا منيح، يعني 70% عنده درجة منيحة. نعم. بننتقل من برج الجدي الى برج الدلو. انت يا برج الدلو محظوظ كتير وناطر هيدا اليوم، مناطره من وقت طويل، يمكن تشعر بالامل والتفاؤل، وعم تفكر كمان تسافر لمطرح بعيد او دولة عربيه او اجنبيه. نعم، في سفر، في عنده سفر. بس قبل كل شيء استشير عائلتك اصحابك بهذا الموضوع بعدين. هو عاشق للتغيير بس بمل. بمال عنده ملل. نعم. بس دائما بحب يعمل شيء جديد. نعم. هذا كمان برج الدلو صحيا انا بشوفه انه كتير منيح للصراحه، بس قد في كتر من شرب مي وسبور. نعم. وعاطفيا انا بشوف 85% نزل العاطفي قوي. بنوصل لاخر الابراج وهو برج الحوت. مولود الحوت، انت شخص حضرتك. تفضل.
واكيد مخرجها عظيم مستر نادر حشاش. اكيد مولود الحوت، انت شخص طيب لقلب وحنون كتير وعصب كتير بذات الوقت. لازم نسترسل فيه لبرج الحوت، مخرجنا برج الحوت. بدي اياك تروي تطول بالك، مثل ما بيقولوا برج اصحاب برج الحوت بحسهم انه شوي انه بدهم شيء بده يعملوه، بس انه مش كل الاوقات بيزبط معهم، بس كتير هيك بيصير على الموضوع ظروف بتعكس. نعم 100%. وكرمال على سعيد العاطفي، انا بشوف على سعيد العاطفي اذا هو سابر وجهيد بيوصل، وعلى سعيد الصحي منيح. على سعيد الصحي منيح. نعم. وفي كمان على سعيد المهني، لانه ذكرنا قبل شوي. يمكن يكون سعيد، يمكن تكون يا برج الحوت سعيد بعملك، هذا الشيء بيخليك مرتاح وكل الاشخاص راضيين حواليك وبحبوك، وكرمال هيك معقول يكون في ترقيات او بونص. أستاذ زياد، قبل ما أختم معك باختصار شديد، الأكثر حظاً لهذه السنة أي برج؟ الأكثر حظاً والأسوأ حظاً؟ ما بدي أقول الأسوأ، الأقل حظاً. يعني الأحسن واحد بينهم كلهم عندك الحوت وعندك القوس شوي. القوس. الأقل حظاً؟ الأقل حظاً في عندك الحمل، في عندك الثور، وفي عندك الجوزاء. والجوزاء. أنا بدي أتشكر حضورك معي بهذه الحلقة أستاذ زياد الفروتي. شكرا لك. وختام واللي عم بيحضرنا عبر برنامجنا، أي استشارة عبر هذا الرابط والشريط أمامكم فيكم تتواصلوا مع أستاذ زياد الفروتي الباحث في علم الفلك. أنا بدي أتشكركم، بدي أتشكر متابعتكم جمهورنا الكريم، وإلى اللقاء.